سنة أولى طبخ منورنا ومشرفنا، ومتابعتكم هي أهم حاجة عندنا على بي أن سي فود. حلقة جديدة إن شاء الله تكون مفيدة، وحلقتنا النهاردة هنستخدم فيها خليط المافنز من دريم، مافنز الشوكولاتة النهاردة. بس إحنا مش عايزين ناخد خليط المافنز وبس، إحنا عايزين نطلع المرحلة اللي بعد كده، وهي إزاي كل مرة ندي المافنز دي طعم جديد، شخصية جديدة، فكرة جديدة، ما تخليهاش مملة. فالنهاردة هنعرض أربع أفكار مختلفة من المافنز اللي بالشوكولاتة، خليط المافنز من دريم، وهنستخدمها كلها كل مرة بطريقة مختلفة هتدينا نكهة جديدة. تعالوا نشوف النكهات اللي عندنا النهاردة إيه. عندنا مافنز شوكولاتة بالزبيب والقرفة، وعندنا مافنز شوكولاتة بالموز، بصوا مش قادرة أقول لكم هي حلوة إزاي، مافنز شوكولاتة بالبرتقان، ومافنز شوكولاتة بالمارشميلو والكريز. دي بقى يعني جبارة، بتعجب الولاد جدا، المارشميلو بيسيح جوه المافن وبيبقى حاجة كده عالمية. تعالوا نشوف مع بعض هنبدأ بإيه. أنا هبدأ بمافنز الشوكولاتة بالبرتقان، ونبدأ نشوف مقاديرنا إيه، وهنشتغل إزاي، وهنغير الطعم إزاي، وكل خطواتنا نذاكرها مع بعض كويس جدا. نبدأ حالا بالمقادير. مافنز الشوكولاتة بالبرتقان عشان نعملها يا جماعة هنحتاج خليط مافنز الشوكولاتة من دريم، وبيضتين صغيرين أو بيضة كبيرة يعني المتوفر، تلت كوباية حليب، وتلت كوباية عصير برتقان، المكتوب على العلبة تلتين كوباية حليب. بس أنا عايزة أدخل طعم البرتقان، فعشان أدخل طعم البرتقان استبدلت تلت كوباية من الحليب بتلت كوباية من عصير البرتقان، معلقة كبيرة من بشر البرتقان يكون ناعم وما ناخدش غير الجزء الأبيض فقط لا غير، وعندنا تلتين كوباية زيت ذرة، نص كوباية قطع شوكولاتة لو حابين تضيفوها وهي اختيارية. طبعا حاجة زي دي هتكون إضافة لطيفة جدا 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 لللانش بوكس، الولاد ياخدوها الصبح مع شاي بلبن، يعني عندنا اوبشنز كتيرة جدا 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 هتخلينا مبسوطين. طيب عندنا خطوتين هنعملهم، عشان أعمل الخطوتين دول هجهز بولتين، بولة صغيرة وبولة كبيرة. أدي البولة الصغيرة وأدي البولة الكبيرة، وهعمل إيه دلوقتي؟ هخلط في البولة الكبيرة المواد الجافة، وهخلط في البولة الصغيرة المواد السائلة. يبقى نبدأ شغل. عندي هنا البيض، الزيت، اللبن، عصير البرتقال. خلطنا كل المواد السائلة، علينا دلوقتي بالمواد الجافة، والمواد الجافة بتتمثل في خليط المافن من دريم. هنفتح العلبة، نطلع الباك، والباك بقى مستو حاجة بيجي معاه الكوبايات بتاعته اهو، الكوبايات الجميلة دي، يا سلام يا سلام، مش مضطرة اروح اشتري، فانا عندي الكوبايات جاهزة اهي، عندي كمان قطع الشوكولاتة جاهزة، وعندي كمان الخليط الجاف. انا بوريكم محتوى العلبة ايه. وعندي بقى حاجة حلوة قوي ملهاش علاقة بالطبخ بس انا مبسوطة بيها قوي، علبة ألوان علشان المدارس عشان تلونوا، وبصراحة يعني هو مش صغيرين بس اللي بيلونوا، أنا كبيرة كده وطويلة وعريضة وبلون، فمعاها كمان علبة ألوان للولاد أو لأي حد كبير بيحب يلون زي حالتي. ماشي، هنعمل إيه؟ نبدأ شغل. أول حاجة هنفتح الخليط الجاف، خلينا نجيب مقص أسهل، مش مضطرين نحط أي حاجة، الخليط الجاف فيه كل حاجة إحنا محتاجينها. دي محتويات الخليط الجاف كله، وعندي كمان محتويات الباك اللي فيه قطع الشوكولاتة، نفتحه بالمرة. جنبنا اهو كده جاهز للخلط في الاخر مش دلوقتي. ليه ما بحطوش من دلوقتي؟ ببقى خايفه قطع الشوكولاته تتكسر، عايزاها تفضل سليمه ومحافظه على شكلها، فعشان كده بسيبها للاخر. طب انا عندي اختيارين،
يضرب بمضرب البيض، يضرب بالمضرب السلك. وانا بقول لكم اضربوا بالمضرب السلك، ريحوا نفسكم، الموضوع سهل وبسيط. المافنز مش من الحاجات اللي بتحتاج ضرب كتير، فعشان كده مضرب سلك هيأدي الغرض وزياده. انا كده بخلط المواد السائله كلها، عايزه الاقيها كلها سائل واحد، مفيش فيه اي حاجه منفصله عن التانيه. وهاجي هنا كده بعد ما اتخلط في الخليط الجاف، اعمل حفره كده في النص واصب كل المكونات السائلة. طيب فاضل عندي ايه؟ بشر البرتقال كمان بالمرة، احطه دلوقتي وابدأ اخلط. مش عايزين نبالغ في الخلطة ارجوكوا، المافنز كل ما خلطها بيكون اقل كل ما نتيجتها بتكون احسن. فمجرد ما الخلطة دي تمتزج وما بقاش شايفة مواد جافة وابقى شايفة كل المواد السائلة بتاعتي متجانسة تماما، أنا كده هقول كفاية. هاخد الشوكليت شيبس دي هحط شوية هنا وهسيب شوية للوش، لو أنا عايزة أزود زوده مفيش مشكلة خالص. بصوا خلاص مادام امتزجت كده، ده كل اللي أنا محتاجاه، مش محتاجة أبدا دقيقة واحدة ضرب زيادة. بأكد عليكم تاني إن المافنز يا جماعة كل ما بتضرب أقل كل ما النتيجة بتكون أحسن. طيب نبدأ نشتغل. تعالوا نعمل في الكوبايات الفويل. أنا عندي هنا صينية فرن، أنا بحط ورق خبز احتياط عشان لو أي حاجة نقطت أو كده ما بهدلش الصينية بتاعتي. ونشوف كده خليط الكيك ده يتوزع، ونحط على وشه شوية شوكليت شيبس كمان. حاجة مهمة جدا وبتريحني أنا شخصيا جدا 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 في كل عمايل الكب كيكس والمافنز، معلقة الآيس كريم عظيمة، شغل على نظافة ما بتغلبنيش. مريحة على الآخر. بحط معلقة منها الأول في كل واحدة، وبعد كده أشوف أنا محتاجة أزود ولا لأ. أنا شايفة إن ممكن نزود 2 كب كيك كمان. نوزع كده. اعتقد يا جماعة الموضوع يعني ايه في السهل والسريع خالص ومضمون، مفيش مجال للغلط. الناس اللي متعقدة من الكيك لأي سبب من الأسباب اعتقد ان العقدة اتحلت. نكمل بقى، لان انا كنت مالية الكوبايات اقل من المفروض املاه. انا محتاجة املى النص تقريبا، او يعني النص وحاجة بسيطة، بس ما بالغش في الملي. نكمل اخر واحده، وانا شايفه ان كل اللي فاضل عندي ده يكفي يعمل لي واحده كمان. يبقى انا العلبه عملت لي كام؟ 9، عشان بس نبقى مركزين مع بعض في الكميات. 9، ناخد كده بالسباتشولا بتلم لنا كل حاجه، ناخد بالسباتشولا كل الجوانب. نجمعهم كده هنا عشان اعرف اخدهم بمعلقه الايس كريم. معلقه الايس كريم نظيفه منظمه ما بتوسخش، فانا بصراحه بحبها جدا. لو كده عندي حبه اوزعهم، اوزع وماله، اخد كده اللي صغيرين شويه اكبرهم اخليهم قد صحابهم ممكن هنا. وكده المقدار بتاعنا اتوزع تماما على 9 وحدات مافنز. كده دي خلصناها. معانا هنا على التليفون، وانا بكلم هنا هحط الشوكليت شيبس على الوش.
انا هاخدها بس عندي كده في البوله عشان تبقى اسهل في الاستخدام، يعني اعرف اخد منها بايدي، وهوزع على الوش شويه كده عشان يبقى الوش كمان باين ان عليه تشوكليت شيبس. يا هنا اهلا وسهلا، ازيك يا شيف؟ ازيك حبيبتي، عامله ايه؟ تمام الحمد لله. الحمد لله يا رب دايما. بقول لحضرتك يا شيف انا موريني. عندي سؤال. موريني حبيبتي. لو سمحتي عايزه اسال على شوكولاته الدهن. تمام. بتاعت الحلويات لان ما بتظبطش معايا ابدا. تمام، الشوكولاته القابله للدهن. صح؟ ايوه. من عيني الاثنين اقول لك حايلا عليها ونورتيني حبيبتي. انت عايزاها سؤال، عايزاها الموفره ولا اللي بالبندق بقى وبالطريقه الاصليه؟ عشان هي ليها طريقتين الحقيقه، ليها سبستيتيوت كده او بديل موفر، وليها الطريقه التقليديه بالبندق. انا بحب احط شوكولاته كتير على الوش طبعا براحتكم، بس يعني بتنزل كده بقى وتتوزع وسط المافينايا غير اللي احنا حاطينه كمان جوه، فالموضوع بيبقى شوكولاته شوكولاته خالص يعني. يلا بينا. فرني سخن على درجه حراره 180، وهاخد الكلام الجميل ده ادخله. انا فاتحه الحراره من تحت ومروحه الرف اللي في النص، وتاني بأكد درجة الحرارة 180، وده هيكون كفاية جدا. أنا عايزة فوق تحت أسفة ومروحة، وعندي هنا 180. أول دفعة من الكب كيكس دخلت، وأول نكهة من الكب كيكس من المافنز أسفة دخلت. تاني بأكد عليكم أول نكهة عملناها هي نكهة البرتقان. إيه رأيكم نطلع فاصل صغير جدا؟ ولما ترجعوا نعمل اللي بالمارشميلو. فاصل صغير ومستنياكم. عملناش اي حاجه وانتم مش موجودين غير ان احنا خدنا صينيه المافنز بتاعتنا معاكم ودخلناها الفرن. باكد تاني درجه حراره 180، الفرن يكون سخن، الرف اللي في النص اللي عنده مروحه هيشغلها. انا دلوقتي انا عملت اللي فاتوا في الكوبايات الفويل اللي بيتباعوا واللي بيجوا مع باكت خليط المافنز بالشوكولاته من دريم. فاللي حابب يخلي الشكل غير شويه هيحط اوراق الكب كيك باي شكل هو عايزه زي ما انا بعمل. يعني لو انا مثلا بعمل الوصفه دي لعيد ميلاد افضل طبعا ان احنا نعملها في ورق الكب كيك ملون كده يكون مناسب للديكور اللي احنا عاملينه او للشكل اللي احنا عاملينه لعيد الميلاد. بنوته هنحط لها بينك، ولد نحط له لبني، حسب بقى لو عاملين اي موضوع او ثيم يعني لعيد الميلاد او الحفله. فالمره دي هنعمل كده. انا جهزت صينيه الكب كيك قبل ما ابدا شغل وهخليها كده قدامي جاهزه بالورق بتاعها. تاني وصفه معايا هي مافنز الشوكولاته بالمارشميلو والكريز، مناسبه جدا لاعياد الميلاد، جميله جدا للولاد الصغيرين عشان فيها حاجات كتير الصراحه يعني عظيمه للكبار كمان. كريز ومارشميلو والموضوع ايه جميل جدا. فتعالوا نشوف مقاديرنا ايه. مقاديرنا هتكون كالتالي، عندنا خليط مافنز الشوكولاته من دريم ده برده ثابت معانا، بيضتين صغيرين او نستعوض عنهم ببيضه كبيره لو البيض بتاعنا كبير، تلتين كوبايه حليب وتلتين كوبايه زيت ذره، مارشميلو وكريز مسكر، والاثنين كميتهم حسب الرغبه، مفيش ليها مقدار معين يعني هو اللي صح او غلط. هنمشي على نفس الخطوات اللي عملناها، نخلط المكونات السائله ونخلط المكونات الجافه ونبدا شغل. انا عايزه اخلط المكونات السائله. اول حاجه عندي الزيت، اللبن، البيض، وكده خلطنا المكونات السائلة كلها. هجيب المضرب السلك بتاعي، وزي ما قلت لكم اللي عايز يضرب بمضرب البيض براحته الكهرباء، بس هو الموضوع الصراحة أبسط بكتير جدا، مش محتاج يعني حتى إن احنا
نطلع المضرب الكهرباء من مكانه. حطينا المكونات السائلة هنا، وهنيجي هنا نحط المكونات الجافة. عندي خليط مافنز الشوكولاتة من دريم، برضو هاخد الباك بتاعي اللي بنفس الطريقة، هيكون جاي معاه الكوبايات الفويل، مش مضطرة حتى اشتريها، هي بتيجي جاهزة معاه، ومعاه باكت قطع الشوكولاتة برضو بيجي معاه، مش مضطرين انكم تشتروه اصلا، والخليط الجاف نفسه اهو. وطلعنا بعلبة الوان تانية يا جماعة، انا علب الالوان دي اللي هيجي ناحيتها هزعله، ماشي؟ عشان بس نبقى واضحين. انصص مع طب وبالنسبة ليوسف وبالنسبة لخالة يوسف، هم اربعة، احنا معانا اربع علب، فاحنا ممكن ننصص. ايمن ومعانا ايمن، بس مش عايزين، يا عايزين ننصص مع ايمن كمان، ايمن منا وعلينا. كده ايه، علب الالوان اتحجزت وتوزعت. معانا ساره على التليفون، نكلم ساره. واحنا بنصب الخليط الجاف كله، وهنبدا دلوقتي نضيف له الكريز المسكر. انا بس عايزه اصغر مقاسه كده بالمقص وانا بكلم ساره. يا ساره اهلا وسهلا. الو يا سروره، عامله ايه؟ الحمد لله يا رب دايما يا حبيبتي. شرفت بحضرتك. الشرف ليا يا حبيبه قلبي، اهلا بيكي. لو سمحتي عايزه طريقه تحضير الكيكه والبيتزا المقلي. عايزه ايه؟ طريقه تحضير الكيكه والبيتزا. الكيكه اللي احنا بنعملها ولا الكيكه بصفه عامه؟ لا الكيكه بصفه عامه. شوكولاته ولا فانيليا؟ شوكولاته. شوكولاته من عيني الاثنين يا حبيبتي، هقولها لك حالا. والبيتزا كمان، هي قالت بيتزا صح؟ حاضر من عيني الاثنين. انا بقصقص بس الكريز، بصغره مش عايزاه يبقى واحده. بالظبط، بصغره مش عايزه يبقى حتت كبيره كده، عايزين تفرموه بالسكينه. اوكي اعملوا كده، بس هو الموضوع مش مستاهل يعني، انا على طول بالمقص كده بشتغل وانا بكلمكم. واحنا كده شغالين بنقطع الكريز ده، ممكن نقول الكيكه، كيكه الشوكولاته، وكيكة الشوكولاتة هتكون كوباية ونص دقيق، وكوباية ونص سكر، وثلاث ارباع كوباية كاكاو خام، وبيضتين، ونص كوباية زيت أو زبدة أو سمنة، وثلاث ارباع كوباية زبادي أو لبن رايب، ومعلقة صغيرة سائل فانيليا، وربع معلقة صغيرة ملح، ومعلقة صغيرة بيكنج باودر، ونص معلقة صغيرة بيكنج صودا، لو مفيش بيكنج صودا استغنوا عنها مفيش مشاكل. وبالإيد الحقيقة هو بيتفرط أصلا، فأنا هعمل بإيدي على طول. ودخلوا لنا جوانتيات سمولي حلوين، يلا ربنا ما يقطع لنا عادة. و تلات أرباع كوباية مية سخنة. بنعمل ايه؟ بنخلط كل المكونات الجافة مع بعضيها، وبنخلط كل المكونات السائلة مع بعضيها ما عدا المية السخنة المغلية. وبعد كده بنقوم ضايفين السائل على الجاف، نخلط كويس جدا، ونقوم فكين خليط الكيكة بالتلات ارباع كوباية مية مغلية لحد ما تتجانس تماما. نصبها في صينية مدهونة زبدة ومرشوشة دقيق، ونشتغل عادي جدا. انا حطيت كده ايه الكريز وسط الخليط بتاع الكيكه، وراضيه عن ده، عارفه انه هيديني طعم لطيف. هاخد شويه شوكليت شيبس احطهم على الوش، مش دلوقتي. وهاخد انا قلبت كده المكونات الجافه، وهاخد المكونات السائله اقلبها برضو. مين معانا على التليفون؟ فيروز معانا على التليفون. يا فيروز اهلا وسهلا. الو الو فيروز، عامله ايه يا جميله؟ الحمد لله كويس. اخبارك؟ الحمد لله. مدرسه بدات ولا لسه؟ الحمد لله. بدات المدارس ولا لسه يا فيروز؟ 22 برضو. حبيبتي بالتوفيق ان شاء الله. انت في سنه كام؟
تالتة ابتدائي؟ ربنا معاكي يا حبيبتي ان شاء الله، وتبقى سنة جميلة كده وتبقى كلها نجاح، وتخلي ماما كده فرحانة ومبسوطة وتحققي كل اللي نفسك فيه. شكرا يا فيروز، نورتيني وشرفتيني. انا طبعا قلبت التقليب الخفيف جدا اللي اتفقنا عليه ان تقليبنا خفيف، وبطمن بس بالسباتشولا بقى مش بالمضرب، انا مش عايزه ادخل هواء ولا اي حاجه، اطمن ان كله مختلط تمام جدا جدا جدا. طيب عندي هنا مارشميلو، قطع متوسطه اهو حجم القطعه كده، ده كده حجمه مناسب جدا من وجهه نظري، مش محتاج ابدا انه يكون اكبر من كده ولا اصغر من كده. وهقول لكم حالا هنعمل ايه. بمعلقة الايس كريم الجميلة هناخد شوية من خليط الكيك، والمارشميلو قدامنا كده ما راحش في حتة، هنحط كده نملى حبة صغيرة خالص. في كل ورقة أو كل كوباية أو كل كوباية ورق، وطبعا ده مش الكمية النهائية بتاعتنا خالص، بس احنا هقول لكم هنعمل ايه. نوزع وهرجع بس ابص على الفرن كده ايه اللي حصل فيه. الله الله الله، بصوا الجمال، امورنا ماشيه جميل جدا. محتاجه اوطي شويه درجه الحراره وهختبرها، هي شكلها كده لسه عايزه سيكه صغنطوطه، ونيجي نطلعها بعد السيكه الصغنطوطه دي. طيب هنا الصينيه بتاعتي دي حطيت حبه الخليط بتاع الكيك بتاعي صح، هعمل ايه؟ هاخد حته مارشميلو واقوم حطاها في وسطه كده، نوزع على كل الكيكات كده. القلب بتاع المافن بتاعي هيبقى مارشميلو سايح، لان المارشميلو مع الحراره بيسيح، وطبعا مش قادره اقول لكم مع الشوكولاته طعمه بيبقى عامل ازاي، مع كمان اضافه الكريز اللي احنا عاملاها واضافه الشوكولاته اللي لسه هنحطها على الوش، الموضوع هيبقى قاتل يعني. طيب ممكن كمان نجيب شويه كوبايات، او بلاش كوبايه، خلونا نشتغل في صواني احسن. نكمل، ممكن نحتاج صينيه اكبر بس بعد ما نكمل نغطي. حبه برضو صغيرين على الوش، نغطي بس بيهم او نضمن ان حته المارشميلو هتبقى محبوسة في نص المافيناية متغطية بالكيك من كل حتة. طبعا الكيك ده هيعلى ويغطيها خالص، ولو طلعت منه كده حتة صغنطوطة كده ولا كده، يا سلام عز الطلب، ما عندناش اي مشكلة. يبقى كده احنا هو احنا واقفين عملنا نكهتين جميل جدا من الكب كيك، من اسفل المافن عملنا نكهة بالبرتقال، وعملنا نكهة بالكريز والمارشميلو، مناسبة جدا 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 لسناك كده مسكرة، حفلة، عيد ميلاد، نعملهم للولاد وزمايلهم في الفصل لو احنا عاملين كده يوم يعني ايه حاجة سبيشل كده شوية. فالموضوع لطيف وسهل وسريع ومفيش مجال للغلط قوي. جاهزين، عايزين نختبر المافنز اللي في الفرن، ايه رأيكم؟ فاحنا محتاجين فين؟ اوكي اوكي اوكي، عايزين سكينة. يلا تعالوا نختبره نشوف كده ايه الاخبار. بنختبر ازاي؟ طرف خلة سنين او اي حاجة بندخلها جوه. انا دخلتها لقيت ايه لسه طالعة، بصوا عليها شوية عجينة، ده معناه ان هي لسه محتاجة شوية وقت جوه الفرن. طيب الاختبار ايه؟ بيريحنا،
ما دام اختبرناها ولقينا العود او السكينه او ايا كان اللي استخدمناه لسه طالع عليه شويه حاجات بنعمل كده. هناخد الصينيه الثانيه، ممكن نحطها في الفرن ده وندخلها هنا. نظبط برضو من تحت ومروحة ودرجة حرارة 180. أنا هخلي ده هكمله أنا بعدين، بس عايزين نبدأ في تالت مافنز أو تالت نوع مافنز معانا النهاردة برضو باستخدام خليط المافنز من دريم. وقبل ما نبدأ ناخد نهلة على التليفون وبعد كده نقول مقاديرنا ونشتغل. يا نهلة أهلا وسهلا. ازيك يا شيف سارة؟ أهلا بيكي يا حبيبتي، عاملة إيه؟ الحمد لله، انت عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي بخير وزي الفل. انا بحبك جدا يا شيف. يا رب يخليكي يا حبيبتي. انا كلمتك قبل كده، انا قلت لك انا عامله تكميم قربت على سنه وكنت 115 دلوقتي 73. اوبا بقى، ده احنا بقينا مودلز خالص. خالص يعني حبيبتي، ربنا يديكي الصحه. انت احسن مني كده يا شيف. لا على فكره هي نسبه وتناسب. انت بداتي كام؟ انا بدات 115. انا بدات 102. هو ده الفرق. وبعدين يعني لغايه دلوقتي الحمد لله وصلت 73. يعني نازله كام كيلو لحد دلوقتي؟ اطلب من حضرتك حاجه، عايزه رقم تليفون حضرتك ضروري. حبيبتي خديه من الكنترول حالا. ربنا يخليك. وانتي اهم حاجه قوليلي، بس قوليلي اهم حاجه، انتي كويسه وصحتك تمام وملتزمه بفيتاميناتك وكله؟ هو بس الصيام اللي بيتعبني. الصيام بيتعبك ليه بقى؟ بحس في حاجه اسمها متلازمه الاغراق، لو حضرتك ما سمعتيش عنها قولي لي كده. بتجيلي انا بقى، يعني بتجيلي لما بصوم وبعدين اكل اي سكريات او اي حاجه. ايه بقى اللي بيحصل؟ طبعا بنفطر على تمر او اي حاجه، ده بقى بيحصل عندي متلازمه الاغراق دي. ايه اللي بيحصل فيه؟ بطني بتوجعني قوي. اوكي. ببقى عايزه ارجع. عرق شديد جدا. كأن معدتك مش قادرة تتعامل مع الأكل اللي دخلها، صح؟ بالظبط. هي دي بس المشكلة الوحيدة من ساعة رمضان، لكن قبل كده وبعد كده مفيش. تمام يعني. حبيبتي ربنا يديكي الصحة يا رب، وإن شاء الله مع الوقت تتغلبي عليها. ما يعني ما تعرضتلهاش بصراحة، بس يمكن كمان ليها علاقة بنوعية الأكل اللي بتاكليه، ممكن يكون محتاجة إن أكلك على الفطار يبقى خفيف شوية. وربنا معاكي يا حبيبتي، وإن شاء الله توصلي للهدف اللي أنت مستنياه وتبقي إيه يعني موديل بجد بقى. طب ما تيجي نقول المقادير. نقول المقادير. هنقول المقادير معاكم، مقادير تالت نوع مافنز معانا النهارده، وهو مافنز إيه؟ الزبيب والقرفة. جميل، رائع للصبح، القرفة بتنشط كده وتفوق، فأنا بحبه جدا للفطار. هنحتاج عشان نعمله خليط مافنز الشوكولاتة من دريم، بيضتين صغيرين أو بيضة كبيرة، تلتين كوباية حليب، وتلتين كوباية زيت ذرة، كوباية زبيب، ومعلقة كبيرة قرفة باودر. ده كل اللي هنحتاجه، وبنفس الطريقة يا جماعة، أنا حتى هستخدم نفس البولة، مش محتاجة أغير البولة. المكونات السائلة كلها، حطينا الحليب، حطينا الزيت، حطينا البيض، وهاجي دلوقتي احط هنا المكونات الجافه واستناكم نكمل. ايه رايك يا سمير نطلع؟ يلا، مش هعمل اي حاجه غير اما ترجعوا لي من فصل صغير جدا، مستنياكم. ورجعنا من الفاصل وما عملناش اي حاجه وانتم مش موجودين. عندي هنا الخليط السائل عشان احنا بنعمل دلوقتي مافنز بنكهه القرفه والزبيب، بيض، زيت، لبن، حطيتهم هنا. هنا خليط المافنز بالشوكولاته من دريم، هحط له قرفه وهبدا اخلط
المكونات الجافه، بوزع القرفه عندي، شويه شوكليت شيبس كمان، وعندي المكونات السائلة كمان هضربها، وزي ما قلنا ضربنا بسيط خالص، مش محتاجين حتى نوسخ المضرب الكهرباء. وهعمل ايه؟ هاخد السوائل على المواد الجافة وابدأ اخلط. لاحظوا اني لسه ما حطيتش الزبيب، هخلط الاول وبعدين احط الزبيب عشان ابقى براحتي. خلطنا كده، اتاكدنا ان كله خلاص تمام، هنزل كل الزياده من على المضرب، وهاخد الزبيب مش هحطه كله، هسيب منه شويه احطهم على الوش كده حبه، وبالسباتشولا نقلبهم مع كل خليط الكيكه. والتقليبه دي كمان بتضمن لي ان اي مكونات جافه ما اتخلطتش، انا كده خلاص اهو خلطتها زي الفل. جاهزين بمعلقه الايس كريم، ومجهزين صينيه الكب كيك بالورق بتاعها، وكل امورنا تمام جدا وزي الفل. هنبدا نملى، بنملى الكوبايه الورق نصها يا جماعه، مش اكتر من كده، ممكن كمان اقل من نص شويه عشان تديني مافن شكلها مظبوط. كده الصينيه دي بتعمل لنا 12 واحده ونص، يعني تقدر ممكن نعمل نص صينيه كمان، يعني هتعمل لنا حوالي 18 واحده. شايفين الدنيا لطيفه ازاي؟ بنعمل كميه حلوه جدا بعلبة واحدة. وكده يبقى ناقص لنا حاجة واحدة بس، الزبيب على الوش، عشان نعلمها كده نبقى عارفين ان دي اللي بالزبيب والقرفة ما يبقوش كلهم شبه بعض مش عارفين فيهم ايه. فهناخد شوية زبيب على وش كل واحدة، بس كده توزيع عشوائي ما بنحنتفش خالص. شكرا جزيلا، كده خلصنا اللي بالزبيب والقرفة، وحالا هندخلها فرن سخن على درجة حرارة 180. الرف اللي في النص لو في مروحة هنشغلها الحرارة من تحت بس لحد ما تستوي. يلا بينا. رابع نوع معانا، وعايزه اوريكم بس ايه، تشوفوا معايا اللي بالمارشميلو حصل فيها ايه. بصوا المنظر بقى، فين المسكات؟ اه المارشميلو طالع قابب كده على الوش، وانا بس عايزه اطمن الكيكه اخبارها ايه، استوت ولا لسه. فهاخد العود الخشب واجي كده من الجنب، اه الكيكه استوت وزي الفل، والمارشميلو سايح زي ما انا عايزه بالظبط. يبقى انا كده اقدر اطلعها دلوقتي وانا مطمنه. ان احنا تمام. حطها هنا تهدى من الحراره قبل ما نحركها. لو صغرنا حته المارشميلو عن كده بتبقى جوه الكيكه خالص، انتوا بقى وبراحتكم، انا بحبها تبقى طالعه كده عشان تاني ما دام انا بعمل انواع كتير وبنكهات مختلفه، فعايزه علامه اتعلم كل واحده منهم، مش عايزاهم كلهم يبقوا شبه بعض. فعشان كلهم ما يبقوش شبه بعض انا عاجبني ان المارشميلو طالع كده باصص من فوق. احنا كده نقدر ندخل على رابع نوع من المافنز النهارده،
ورابع نوع معانا هيكون مافنز الشوكولاتة بالموز، وكمان هنحط لها قطع شوكولاتة بيضة رهيبة، اللي بيتهرس فيها الموز دي رهيبة، ما عندكوش فكرة حلوة ازاي. حابين تحطوا لها قرفة ممكن، حاطين تحطوا لها رشة جوزة الطيب ممكن، رشة قرنفل مطحون ممكن، فول سوداني مجروش ممكن، زبدة فول سوداني ممكن، كل ده يليق عليها. فعيشوا حياتكم بقى، انا عاملاها لكم بيزك خالص او اساسية يعني من غير اي ايه اضافات غريبة، بس اللي حابب يضيف اي حاجة من الحاجات دي مفيش اي مشكلة. وعشان نعملها هنحتاج خليط مافن الشوكولاتة من دريم، هنحتاج بيضتين صغيرين او بيضة كبيرة، تلتين كوباية حليب، وتلتين كوباية زيت ذرة، كوباية موز مهروس، نص كوباية قطع شوكولاتة بيضة، وهنبدأ شغل على طول. هنا في البولة الصغيرة هنحط المكونات السائلة، لبن وزيت وبيض، ومعاهم زي مش دي اخر سيجمنت اصلا فعلا، ومعاهم الموز. طب ايه رايك نخلط البتاع ونطلع؟ ومعاهم الموز، الموز هنعتبره ضمن المكونات السائله. وعندي المكونات الجافه، فين مكوناتنا الجافه يا ولاد؟ احنا ناقصنا خليط مافنز، ناخد ده يلا. انا عايزه علبه، مش نطلع فاصل، هنطلع فاصل صغير جدا، ولما ترجعوا منه نكمل مافنز الشوكولاته بالموز. مستنياكم. رجعنا من الفاصل وما عملتش اي حاجه وانتم مش موجودين، ما خلطتش الكيكه خالص ومستنياكم، بجهز بس الصينيه بتاعتي اللي هصب فيها الكب كيكس او المافنز. واحنا دلوقتي بنعمل مافنز الشوكولاته بالموز، عندنا هنا الخليط السائل، زيت لبن بيض والموز المهروس. طيب الخليط الجاف هناخد الميكس او خليط المافنز من دريم، وباكد عليكم تاني بيجي معاه الكوبايات الفويل اللي هنحتاجها عشان نعمل المافنز. ادي اول حاجه، بيجي معاه المواد الجافه، بيجي معاه باكت فيه الشوكليت شيبس، وبيجي معاه علبه الالوان بتاعتك. ايوه ايمن، ايمن بيقول بتاعتي، صح بتاعت ايمن. يلا بينا نبدا شغل. مكوناتنا السائله هنا كلها، ومكوناتنا الجافة اهي، الخليط الجاف كله، كل حاجة متعيرة ومظبوطة، مفيش عندي مجال للغلط مادام مشيت على الخطوات مظبوط، كله بيبقى تمام. وهنعمل ايه دلوقتي؟ مضرب سلك، نخلط المكونات السائلة، الموز مع البيض مع اللبن مع الزيت، يلا بينا كله كده تمام، ونصب على المكونات الجافة ونيجي نقلب تقليب خفيف لمجرد ان الميكس يتخلط، مش عايزين مبالغه في الضرب. وشايفين حته الموز اللي انا شايفاها وسط الميكس دي؟ جميله، يا ريت تفضل كده. انا هحط كمان شويه شوكليت شيبس، وكده خليطي جاهز. فاضل عندنا ايه؟ نصب في الصواني، وانا مجهزه اهو الدنيا عندي، وجنب الشوكولاته الغامقه اللي انا حطيتها عندي شوكولاته بيضه بقى كمان كده انا جايباها من عندي. هنحط في كل
كوباية معلقة عشان يطلعوا قد بعض بالظبط. امشوا بالطريقة دي، معلقة 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 في كل حاجة الأول، بعد كده نبدأ نوزع نزود يعني. زي الفل، نبدأ بقى نزود نص 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 في كل واحدة، نص معلقة واحنا خلصنا. وزي ما انتوا شايفين كل الناس اللي عندها مشاكل مع الكيك اعتقد مفيش هيبقى عندهم اي مشكلة في ان هم يعملوا حاجة زي دي، مجرد ان احنا نمشي على التعليمات الدقيقة الواضحة البسيطة جدا اللي مكتوبة على العلبة، نمشي على العيار اللي مكتوب، موادنا الجافة كلها متعيرة وكله تمام، والنتيجة زي ما انتوا شايفين مضمونة، مفيش فيها ايه لخبطة كتير ولا مجال قوي للغلط. ممتاز، ونيجي بالشوكليت شيبس البيضة، دي الإضافة اللي من عندي أنا على الوش. كتير بقى قليل كل واحد وذوقه، ينفع نحط عين جمل، ينفع نحط أي مكسرات عموما، مش عايزة أحدد نوع يعني، فول سوداني بيليق برضو مع الموز جدا. نقدر نحط كده في نصها في وسط عجينة الكيكة معلقة كبيرة كده زبدة فول سوداني، شوية صوص كراميل، كل الإضافات دي بقى ترجع لذوقكم الشخصي وتدينا نتيجة ممتازة. عندي هنا إيه، نطلع كب كيكس الزبيب والقرفة اللي واضح إن شكلها استوى، وناخد دي ندخلها. برضو بأكد الفرن بتاعنا هيكون سخن على درجة حرارة 180، هنشغل الحرارة من تحت، ولو عندي مروحة هشغلها هتبقى ممتازة وهتديني نتيجة رائعة. يلا، اللي بالموز واللي بالقرفة والزبيب انا محضرة منهم من قبل الهواء، علشان انا عارفة ان اكيد الهواء مش هيكفيني ان انا اطلع كله، مع ان هو كفاني اطلع ثلاثة منهم الحقيقة، بس برضو الاحتياط واجب، لازم دايما نعمل حسابنا لأي طارئ. طيب انا هاخد دول وانا كده براجع انا عملت لكم ايه النهاردة، نقدم دي. يبقى احنا النهاردة حلقتنا كلها استخدمنا خليط المافنز من دريم، واضح جدا قد ايه هو سهل الاستخدام، واضح جدا قد ايه مفيش مجال للغلط، وواضح جدا انه مناسب لاي حد مستعجل بيقلق من الكيك عنده مشاكل معاه، لان يعني الناس اللي عندها مشاكل مع الكيك بصفه عامه غريبه، المافنز طبعا احد انواع الكيك، فاللي عنده مشكله معاه وقلقان ده هيحلله المشكله جدا. واضح طبعا ان احنا مش بالضروره علشان هي مافنز شوكولاته يبقى لازم نقدمها مافنز شوكولاته، لا احنا نقدر نحط التاتش بتاعتنا جدا في الاضافات. وزي ما انتم شايفين احنا حطينا اول تاتش كانت ايه، تعالوا نراجع من الكيو كارد عشان ما ننساش. اول تاتش حطيناها زبيب وقرفه، شويه زبيب شويه قرفه خدوها في حته تانية خالص. تاني اضافه ضفناها موز، حطينا شويه موز مهروس، شويه قطع شوكولاته بيضاء على الوش، اي مكسرات في وسط العجينه خدناها في اتجاه تاني خالص. بعد كده عملنا نكهه برتقان، قللنا اللبن من تلتين كوبايه لتلت بس، وضفنا التلت التاني عصير برتقان مع معلقه كبيره بشر برتقان ناعم، خدناها في حته تالته خالص، طعم تاني خالص. مافنز الشوكولاته بالمارشميلو والكريز كانت اخر فكره قدمناها وهي مناسبه جدا لاعياد الميلاد. خليط الكيكه خلطنا معاها شويه قطع شوكولاته وشويه كريز مسكر، حشيناها بقطعه من المارشميلو بعد السوا، نطت كده طلعت وسايحه جوه ومنتهى الروعه والجمال. يبقى احنا ما اكتفيناش بان احنا نعمل مافنز وبس،
احنا تعمدنا ان احنا نلف بيها كده على كذا نكهة ونغير فيها بكذا طريقة بحيث ان هي تدينا الطعم الجميل المختلف كل مرة من غير ملل او تكرار. يبقى النهاردة من خليط المافنز بالشوكولاتة من دريم طلعنا مافنز القرفة والزبيب، مافنز البرتقان والشوكولاتة، مافنز المارشميلو والكريز المسكر، ومافنز الموز المهروس والشوكولاتة البيضاء. يا رب تكون الحلقة فادتكم وأضفت لكم أفكار جديدة هتنفعكم في المدارس وهتنفعكم بصفة عامة. دي تنفع للمدارس، تنفع مع كوباية شاي كده العصرية، تنفع مع بالليل بدل عشاء يعني، بس ما يكونش عشاء متأخر قوي عشان هي برضو حلويات يعني، تنفع فطار، تنفع للنادي، تنفع لكل حفلات الولاد. يعني الموضوع ايه؟ وصفة بسيطة تنفعنا في حاجات كتير. يا رب نكون فدناكم واضفنا لكم حلقة جديدة من سنة اولى طبخ. كانت معاكم النهاردة وكنت معاكم سارة عبد السلام، وهكون معاكم بكرة بإذن الله في حلقة جديدة من سنة اولى طبخ. بكرة هنعمل نفس اللي عملناه النهاردة ده بس بالمافنز الفانيليا. برضو هناخد خلطة المافنز الفانيليا من دريم، هنديها تشكيلة نكهات توديها في حتة تانية خالص من باب التنوع ومن باب التغيير ومن باب التجديد، وان شاء الله ربنا يجعله بفايدة لكل بيتفرجوا علينا. اشوفكم بكرة على خيرة الله، مع السلامة.